أكد سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية أن الإشراف على الخدمات العامة والتواصل مع القطاع الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني يأتي من منطلق تحقيق مفهوم الشراكة المجتمعية. المحافظ أشار إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ودعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مبينا أن إنشاء دار الرعاية سيوفر خدمات وإسهامات قيمة في المجال الاجتماعي والخيري لهذه الفئة. جاء ذلك بمناسبة وضع حجر الأساس إذانا بإنشاء دار البر لرعاية كبار المواطنات، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومساهمة ودعم جمعية النور للبر. كما أشاد سموه بالدور الفاعل الذي تقوم به جمعية النور للبر وما تقدمه من جهود قيمة لخدمة فئة كبار السن. هذا وقد أشادت رئيسة جمعية النور للبر بالدور الذي توليه المحافظة الجنوبية لتعزيز الشراكة المجتمعية والتكافل مع مؤسسات المجتمع المدني. من جانبه أشار رئيس مجلس الأوقاف السنية إلى أهمية هذا النوع من المبادرات الاجتماعية لما تقدمه من خدمات لرعاية كبار المواطنين. خطوة رائدة دشنتها جمعية النور للبر بوضع حجر الأساس لمشروع دار البر، وهو عبارة عن مبنى متكامل في المحافظة الجنوبية يحتضن كبار المواطنات ويكشف عن إبداعاتهن في مختلف المجالات. تشرفنا بحضور سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية لافتتاح ووضع حجر الأساس لهذا الدار، اللي إن شاء الله بعد سنتين بعد ما يجهز بإذن الله تعالى راح يكون صرح يخدم أهالي المنطقة الجنوبية من خلال كبار السن، وإن شاء الله هذا الدار إن شاء الله راح تخدم أكبر عدد ممكن من الخدمات. جهود مستمرة ومتواصلة تقوم عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لاحتضان كبار المواطنات والاستفادة من خبراتهن في الحياة على اعتبار أنهن مكون رئيسي في المجتمع. هذه تجربة رائدة في مملكة البحرين، وبدأت دول الخليج والدول العربية تقتدي بها. يعني من الملاحظ أن انتشرت كثير من هذه الدور وبالشراكة المجتمعية مع الجمعيات الأهلية، لكن الفكرة منها أن انقلت حياة المسن من وجوده في موقع محدود بين أربع حيطان مثل ما يقولون إلى موقع مختلف جدا يلتقي فيه مع خبرات مختلفة ويحس بحياة جديدة. شارفين وسعداء كثيرا بالشراكة المجتمعية اللي بيني وبين جمعية البر للنور، خاصة أن الشيخ لمياب محمد الخليفة رئيسة الجمعية يعني من المواطنات يعني اللي قدموا الكثير للوطن وساهمت صراحة في العمل التطوعي والإنساني والاجتماعي. هذا المبنى بمرافقه المتعددة يتسع لخمسمائة عضو من كبار المواطنات يقضين فيه أوقات ممتعة. هذه الدار لها أهمية خاصة لأهالي الرفاع من كبار المواطنات، لأنها ستكون الحاضنة الأولى لأوقاتهن وهواياتهن خصوصا، وإنها ستتيح لهن المجال للتفريج عن مخرزون ذكرياتهن والاستفادة من خبراتهن في الحياة وتاريخهن المشرف لما قدمناه للمجتمع. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.